ايه ده؟ انت ايه اللي جابك بدري كده يا ذكرى؟ الله، مالك يا ذكرى في ايه؟ افتحي يا بنت، يا بنت افتحي الباب، مالك في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه حسن؟ هو انت من امتى بتشرب سجاير؟ معلش ادعي له يا حسن، ادعي له ربنا يرحمه ويرحمنا يا رب ويصبرنا. كان بيحبك يا وردة. هو كمان بالنسبه لي كان اكتر من ابويا، كنت لما بحتاج حضن كنت بلاقيه، كان دايما كل يوم يسأل في حد زعلك يا بنت ورد؟ كان بجد ضهر ليا، أول مرة أحس يعني إيه ماليش أب بعد ما مات الله يرحمه. عارف كمان لما كنت ببقى قاعدة في أوضتي كنت ما ببقاش خايفة، كنت عارفة إن هو موجود، لكن دلوقتي انت بعد كده هتيجي تباتي مع ناديه من هنا ورايح في شباك لوحدك هناك. حاضر، كمان عشان ابقى جنب ماما امينه. هي عامله ايه دلوقتي؟ زي ما هي، ما بتتكلمش خالص، وكمان بتاخد الاكل بالعافيه عشان خاطر الدم. يا عبد المعطي يا ابني، يا عبد المعطي، يا عبد المعطي قوم روح يا ابني. مساء الخير يا عم محمد يا بركة. يا ابني هو انا كل ما مشيك ترجع لي تاني؟ اتكل على الله. هو انا كل اللي يشوفني يقول لي اتكل على الله؟ هو انا ريحتي زرت بعز؟ طب اعمل ايه يعني دلوقتي؟ انا غريب عن البلد دي، وقريبي قاعد فوق ونكر نفسه عني. لا حول ولا قوة الا بالله. طب بقول لك يا عم محمد، ما تدخلني وانا اقول ان انت ما شفتنيش. يا ابني ما لو دخلتك منصور بيه هيعرف اللي انا اللي فتحت لك. اتكل على الله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله ما تقطعش عيش. افتح بقى يا محسن، مش كل مره تكسفيني تسيبيني واقف على الباب كده ساعتين. طب على فكره بقى، انا عارف انت صاحي وسامعني كلام، وعارف ان انت عايز تقعدي لوحدك وتعيطي. من ساعة اللي حصل كل واحد قاعد لوحده. افتحي بقى وجمعينا كلنا كده حواليكي تاني يا محسن. طب بقول لك ايه؟ افتحي لي ونعيط سوا. مع اني عمري ما بعيط قدام حد، بس يلا مش خساره فيكي، عيط قدامي. افتحي بقى يا محسن، ما تحسيني ان انا مكسور من غيرك كده. افتحي. عاش اللي يكسرها كده نايا.
ليه بتقول كده يا حسن؟ ده انت اللي باقي لي بعد المرحوم ابوك. حسك في الدنيا يا ضنائي. امال كل يوم بقى بتسيبيني واقف ساعتين قدام الباب ليه؟ مش عايزه تفتحي لي. عشان كان في كلمتين سر بيني وبين ابوك كنت عايزه اقولهم له وكان لازم يسمعهم. قلتيهم له؟ كنت بعاتبه عشان انا كنت محلفاه ان انا اللي عايزه اسبقه عشان احضر له قعدته في الجنه ويجي هو يلاقيني في حلاوه بنت العشرين زي اول مره شافني فيها زمان. بس هو خلف وعده يا حسن. قولي بقى من الحكايه كده، انت غيرانه من حور الجنه امينه صح؟ وحاسس ان هو دلوقتي فوق مدلع نفسه وهيس على الاخر مش كده؟ الشيخ قال لي ان مراته في الدنيا هي ست الحور كلهم. امال انت بقى متضايقه ليه؟ خايفه من ايه يعني؟ ابوك يا حسن. مش انت طول الوقت زمان كنت بتقولي ان انا شبه ابويا بالظبط؟ نفس بصيته، نفس ضحكته، نفس بصيته وهو زعلان صح؟ لما تحبي شوفيه يا ستي ويوحشك بصي لي. شوفي كده وبيقول لك كفايه يا امينه، ما تعمليش في نفسك كده. خدي عليك في حضنك واللمي حواليك زي زمان. هو كويس وفي مكان دلوقتي احسن مننا كلنا ومبسوط. يا رب يديم عليها الراحة والجنة ونعيمها يا رب. ادعيله ادعيله أم حسن وادعيلنا احنا كمان وخدينا في حضنك كده ولمينا تاني. ربنا يخليكي لينا. دعيالكوا يا ابني، دعيالكوا يا بابا. ايه يا نور؟ بتقول حاجة يا عادل؟ بقول حاجة؟ ده أنا بقول حاجات من ساعة ما قعدنا، بس الظاهر عليكي كده في دنيا تانية خالص. يا ريت كان في دنيا تانية، هي واحدة بس ولازم نعيشها لآخرها حتى لو آخرها شبه أولها. يا نهار أبيض، إيه يا بنتي الفلسفة دي كلها؟ مالك يا نور؟ أنت عمرك ما كنت كده. فين النور بتاعت زمان اللي كانت ضحكتها بتنور من كل كلمتين بتقولهم؟ خلاص يا عادل انا تعبت، مش قادره امثل اكتر من كده. اكرم برضو انا بقيت حاسه اني عايشه لوحدي، زهقت. كل واحد فينا بيجي عليه وقت وبيزهق فيه من دنيته، ما بيبقاش عايز يدخلها. ساعتها بيبقى محتاج حد قريب منه وبيحبه عشان ياخده من ايده ويدخلها له تاني. وتفتكر الحد ده ممكن يبقى اكرم؟ طبعا اكرم مش وحش يا نور. صحيح في بينه وبينه مشاكل عمرها ما كانت ما بيننا، بس دلوقتي الوضع اتغير والحياه بقت صعبه، كلها ضغوط ونفوذ وتحديات قوه لازم تعديها كل يوم. نفس الحكايه ما بينكم. بس انا مش بكلمك عن الضغوط والنفوذ، انا بكلمك عن احساسي كست. انا مش حاسه ان اكرم بقى اكرم بتاع زمان. لا 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 يا نور ما تفكريش كده. اكرم بيحبك ومش ممكن يسيبك ويروح لغيرك. ما تمليش دماغك بافكار مش حقيقيه هتأثر عليكم انتوا الاتنين وتبقى النتيجة ان انتوا تخسروا بعض. حبي أكرم زي ما هو دلوقتي يا نور عشان يرجع يحبك زي زمان. سوري تأخرت عليك، بس غصب عني انت عارف بقى. انا عارف طبعا، واضح
لا 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 حبيبي ماله؟ مالك؟ ولا لي مالك بقى؟ أنا هيتقالي لأ يا سوريا؟ أنا عمري في حياتي ما سمعت الكلمة دي، لأني عمري ما كنت بطلب. كل حاجة كانت بتجيني لغاية عندي تحت رجليا من أول لما بأمر ومن قبل لما تأمر كمان. مين العيل العبيط ده اللي يرفض لك طلب؟ أو يمكن خايفة، بس اللي بيخاف بيفكر. دي قالت لأ حتى من غير ما تفكر، دي كانت خلاص يا سو، خلاص قربت تنسى شكل دنيتها وما تشوفهاش غير بعناية. أنا أكرم البدري اللي بإشارة واحدة من صباعه الدنيا كلها بتتحرك. أقول لها تعالي يا دنيا تيجي ركعة تحت رجليا، يحصل معايا كده؟ يلا في 60 داهية هي الخسرانة. لا 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 يا سو، هو إيه اللي هي الخسرانة؟ مينفعش ما ينفعش تخلص كده ابدا. لا، طالما اختارت انها تبعد لمزاجها يبقى لازم ترجع غصب عنها ورجليها فوق رقبتها وهتيجي. ده انا اكرم. ياه، الدرجات دي نفسك فيها؟ لا مش مساله نفسي فيها، بس لازم اجيبها وراكعه وهيحصل. ايوه يا ريس، لا تأمرني. النواقص بعتها مع بيوم. ماشي يا ريس، الله يبارك لنا في سعادتك، مع الف سلامه. شغلانه وما بتخلصش يا ابو علي. زعلان بزياده يعني النهارده؟ وما تقوليش ابوك في حاجه. تعرف يا خالد، وانا بدفن ابويا افتكرت كل حاجه وحشه حصلت لي في حياتي. افتكرت الراجل اللي رماني بره المينا، افتكرت حادثه القطر والعيال اللي راحت وبنت عطيه. احنا طلعنا ولا حاجه، رخاص قوي عشان ضعاف كل حاجه بتدوس علينا وبتهرسنا. بس النهارده محدش هيدوس علينا تاني خلاص. اللي ورا كلامك ابو علي، ناوي على ايه؟ مش ناوي على حاجه، ما تشغلش دماغك. أنا كل حامل هم أمي. أمي من ساعة اللي حصل ده بقى تعبانة، مش مظبوطة. ولا يهمك، سيبوها تحسن لها يومين كده وبعد كده هتفوق، ما حدش له دعوة بيها. مش دي القضية، الفكرة إن أنا نازل مصر وعندي شغل، مفيش حد يرعاها ويخاف عليها غيرك، انت الوحيد تقدر تكلمها وتطيب خاطرها بكلمتين. لا ما تقلقش، ان شاء الله ان شاء الله، انا هشوف الظروف. الظروف؟ الظروف ايه اللي تشوفها؟ براخي، انا بقول لك اختك تعبانه تقول لي اشوف الظروف؟ اختك لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام. انت ايه؟ واحنا بنشحتك؟ في ايه يا حسن؟ وايه اللي في ايه؟ ما تفوق. افوق؟ ايوه تفوق. انت مش واخد بالك الناس بتقول ايه؟ حطت القطر والسواقين والسرسجيل اللي خيرك مغرقه. محدش وراه سيره غير عليك انت والمره اللي انت قاعد مستنيها. المره اللي انت بتتكلم عنها دي تبقى مراتي. كانت مراتك. كانت مراتك يا خالي. الست دي مشيت وسابتك من 25 سنه وهربت مع سواق قطر. الست دي مش راجعه تاني. هتفضل قاعد مستنيها وحابس نفسك جوه الاوضه، خايف تتحرك يمين ولا شمال احسن تيجي ما تلاقكش. هو انت فاكر انها ان هي حبتك بجد؟ هو انت تعرف انها حاجه؟ انت عارف هي عايشه ولا ميته اصلا؟ فوق يا خير، فوق بقى وعيش معانا شويه يا اخي. خلاص قلت الكلمتين اللي كنت حايشهم في صدرك من سنين يا حسن. الست اللي كانت مراتي دي يا حسن هي اكتر واحده انا حبيتها في عمري، هي الحاجة الوحيدة اللي حبيتها. اللي بيحب حسن ما يعرفش يكره.
ماشي في قلبه ويحب يسامح، مش بيسامح اللي خان نفسنا، بيسامح الدنيا كلها، بيسامح كل الناس اللي يعرفه اللي يعرفوش. بس انت صح، انت صح يا حسن، انا فعلا خايف اخرج من هنا لحسن ترجع ما اشوفهاش. انت اصلا ما تعرفش نجاحي، نجاحي طول عمرها بتخاف من العربيات والاسفلت، فلما ترجع مش هترجع غير من هنا. عشت 25 سنة استنى اشوفها. هتفتكر ان خالك عبيد يا حسن، عارف عارف يعني ايه ست تهرب من راجلها تروح مع راجل تاني، تشوف الموت ولا تشوفوش؟ بس ده احساسها هي وحشتيني ياما، وحشتيني وحشتني ساخدك فيا بالكوع. ايوه انا كويس قوي، منصور بيه ده طلع راجل محترم وجدع، جاب لي شغلانه محترم وسكنني في شقه واسعي يمرح فيها الطور. ايوه ياما انا كويس قوي، انا مبسوط مبسوط قوي. لا ما تخافيش عليا يا امه، وحشني اهل البلد، يا ريتني ما سافرت، بس اكل العيش بقى يا امه هعمل ايه. ادعي لي يا امه، ادعي لي، ده اكتر حاجه انا محتاجها. لا لا ما تخافيش عليا، انا كويس، انا معايا جيران الافرنك قاعدين معايا ليل ونهار، مش مخليني محتاج لأي حاجة. أيوة يا أم، لا إله إلا الله. نور كده كتير، أنت عمرك ما كنت كده، ايه اللي غيرك؟ بتسأليني انا يا مامي ايه اللي غيرني؟ خلاص اوكي صح انا اتغيرت، بس ليه؟ مش بسببه؟ نور اللي عمرها ما بطلت تضحك ولا عمرها اشتكت، دلوقتي خلاص ما بقاش عندي سيلف كونفيدنس، دايما بدور على حاجه ناقصاني من ساعه ما بقيت حرم اكرم بيه البدري. يا حبيبتي انت متجوزه رجل اعمال، انت نسيتي باباكي؟ بابي عمره ما كان كده يا مامي. وش عرفك؟ هو أنا مش كنت عايشة في وسطيكوا وأنا كنت مهاجرة؟ أمارة عايش في وسطيكوا مش مهاجر، تفتكر رأيه من رأيك؟ ده عشان البيه رسم قدامه صورة الأب المثالي الملاك البريء، ده غير إن نص فكرة مارو عنه جاي من كذبي عليه. وأنت مش عارفك إن أنا ما كنتش بكذب عليكي. مامي أرجوكي أنا محتاجة أكرم، محتاجة جوزي اللي حبيته وحباني. أنا أوقات كتير بخترع مشاكل وخناقات عشان أتكلم معاه، حتى لو كلامنا ده مجرد خناقة. بقيت اكره انه يوعدني بحاجه كبيره او يجيبني هدايا عشان ببقى عارفه تمنه، غياب اطول وما اقدرش اتكلم. حبيبتي اكرم بيحبك بس ظروف شغله في البلد كده. ماما من فضلك ما تقوليش كده، عادل اهو صاحب عمره
وبيمر بنفس ظروفه، عمره ما اتغير مع اي واحده من اللي يعرفه. وايه دخل عادل بمشاكلكم؟ هو كمان شايف ان اكرم اتغير، يعني مش انا لوحدي. حبيبتي عمرك ما هتلاقي جوزك طول ما اللي حواليكي بيكلموكي عنه كده. اللي بينك وبين اكرم انت بس اللي تفهميه، مفيش حد تالت. بقال الله يا استاذ حسن، ده في حياتك يا استاذ حسن. حياتك الباقي. بقال الله يا ام حسن. حياتك الباقي. الحمد لله على السلامة يا هندسة. الله يسلمك سعادة. بقال الله. يلا بالله. والله العظيم يا حسن كنت عايز اعزيك في اسكندرية بس حصلت معايا ظروف كده. ولا يهمك. كأنك عملت الواجب بزيادة. طب انا سعادة ايه الأخبار؟ في أي حاجة حصلت وأنا مش موجود؟ يابا ولا أي حكاية، الدنيا ماشية زي الفل. هي بس المكنة اللي أنت كنت شغال عليها اتأخرت حبتين، فالرئيس سلمها لعطا يقوم بيها. بس بقول لك ايه، المكنه برضه بتاعتك زي ما تقول يا جدع مستعصيه عليه، حالفه ان ما حد اشتغل عليها غيرك. بس بقول لك ابو علي الراجل شايط مش طايق نفسه. مش معنى عن المكنه دي مزايا زي غيرها، دي اللي هتربطه ولا تحله عند ممتاز. لا وانت الصادق دي اللي هتفكه من هنا خالص. يعني ايه؟ اديني سجاره. انت من امتى بتشرب سجاير؟ يعني ايه ما تشغلش دماغك انت، ولع فهمني بقى. الغيك انا بقى على الحوار. صاحبك ممتاز جه من كام يوم ووقفنا كلنا هنا صف واحد وقال لنا ان في شحنه مكن جايه من بره على المصنع هنا، تجميع وتركيب في ايد الخواجه، بس الصيانه على ايد الرجاله في المصنع هنا، عشان كده عايزين يصفونا. طب ايه علاقته يعني؟ مش المكن ده ليه توكيل؟ يعني لو حصل اي حاجه يبعتوا التوكيل يصلحها؟ مالنا احنا ومال السكه دي؟ يابا توكيل مين يابا؟ تف من بقك، هم عايزين الحكايه دي تخلص على ايد الرجاله في المصنع هنا. بس بقول لك ابو علي تعيينات ايه؟ والفلوس ايه؟ والدنيا حلوه خالص في المرتبات، وحظك حلو انت لسه جاي، ربنا يكتبها لك يا صاحبي. ربنا يكتبها لي يا رب. اصبر يابا. يا عمنا ما تقطعش، المكن جاي جاي والاداره فوق ولا على الموضوع دوت، واكرم بيه واقف على دماغهم، اي حوار هيحصل مش على هواه هيطير اي حد. جاي لك يا عمنا. مش عارفه والله يا سمية، امبارح بعد الشغل بقول لعلي اني كنت تعبانه جدا مقفش عليا. لا هو بس الدكاتره كانوا قليلين شويه في المستشفى، وبصراحه الشغل كان كتير قوي وانا تعبت جدا، وبقول له عايزه اعمل طلب اجازه مقفش عليا. انت بارده، انت ما عندكيش دم. صدقي بقى فعلا ان انت بنت ما عندكيش دم، وهو عنده حق في كل اللي بيقوله. بقى انا بكلمك عن الناس اللي ماتت عندك والاطفال اللي اتصابوا، وانت تكلميني عن الزفت بتاعي. هو ده وقته كتير ما بتفهميش. انا بجد مش مصدقاكي، وهو فعلا عنده حق يشوفك غبيه ومتخلفه وما بتفهميش. بقول لك ايه، اقفلي عشان مش طايقاكي دلوقتي، انت بنت متخلفه، انا لو عايزه اعرف اي حاجه لازم اجيب نفسي. اقفلي بقى. سلام. انت بتكلمي مين يا بنتي؟ مالك؟ سيبك منها، دي بنت متخلفه. المهم مفيش اخبار عن زين؟ مفيش، كلمت كذا محامي وقالوا لي لما نوصل لاي حاجه هنبلغك. لو اي حد من الامامير اللي عاملين يتمشوا في الجامعه دول ادى لنفسه بس نص ساعه للعمل السياسي جوه الجامعه، هيحس انه بيضيع عمره المهم اللي ممكن يذاكر فيه محاضره بحاله. هندسه صعبه يا برنس. على رايك، انت اللي زيك بقى رئيس جامعه دلوقتي. فموت يلا بقى عشان نلحق. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيهتف مش هيموت. مش ينفع امشي المصنع غير لما اعدي على سيادتك في المبنى الاول. طب اقعد واهدى. ما كنتش متصور انك هتجيلي بالسرعه دي. ما سعادتك اللي امرت بكده، لو شفت اي حاجه غلط اجي ابلغك على طول، وده مش غلط، دي مصيبه يا باشا. مصيبه؟ مصيبة ايه بقى؟ مصيبة ايه؟ يا باشا المواصفات مش مطابقة، بيستغلوا اسم سعادتك، الحاجة اللي المفروض يشتروها بقرش بيشتروها بمية. وانت بقى من وجهة نظرك شايف ان ممتاز هو الوحيد اللي مشترك في الحكاية دي، ولا في حد تاني معاه من الإدارة؟ حد تاني زي مين سعادتك؟ يوسف حفني مثلا؟ يا باشا يوسف حفني ايه؟ يوسف حفني ما يعرفش حاجة عن الموضوع. ازاي بقى؟ ازاي؟ ده اللي انت بتقوله ده في صميم شغله. يا باشا اللعبة كله جاي من ورا ممتاز والناس اللي حواليه، هم المسؤولين عن تحديد الكمية وشيت المواصفات، يعني في سمسارة واضحة ما بينهم، بعدين اللي اسمه يوسف حفني ده بعيد خالص ملوش علاقة. مش قادر أتخيل. ممتاز؟ ممتاز؟ ده بقاله 5 سنين شغال عندي، من أكفأ الموظفين ما غلطش غلطة واحدة. ألا. طب ويعمل كده ليه؟ ويا ترى بقى في حد غيرك عارف بالموضوع ده؟ باشا ورحمة أبويا. أنا مالية مصلحة من ورا كل ده، بس أنا عهدت سعادتك، أي حاجة غلط هبلغك على طول،
بعدين اسمه ممتاز ده انا ما عمليش حاجه ولا بيعاملني وحش، بس برضو الحق حبيب الله. اوكي انا مبسوط منك على فكره، وعشان كده ليك عندي مكافاه كبيره قوي. يا باشا ربنا يخليك، مكافاه انا ما عملتش حاجه، انا بس بعمل. عارف عارف، عملت اللي يمليه عليك ضميرك، وعشان كده هتاخد المكافاه. باشا باشا اللي تشوفه سعادتك. تقدر تتفضل انت، انا هبشر الموضوع من عندي هنا، ما تقلقش. ماشي باشا، على سعادتك. عاجبك كده يا ماما؟ ينفع اللي بيعملوا فيا ده؟ الله على الرومانسية. يبقى هي دي اللي واخداك مننا؟ بس أمورة ايه؟ في ايه مالك؟ I'll check it out. I'll check it. هي دي اللي عاملة فيك كل ده؟ بس مش ملاحظة يا دكتور انها صغيرة شوية؟ يا اخي وانت لو ما قعدت ساكت تموت. انت عايز ايه؟ ماشي انا ماشي، اسحب لك المكان كله. سيكو تعال، تعدي على امن الجامعه وتعدي على ضابط شرطه، تظاهر غير سلمي، تعدي على الطلبه، تعطيل الدراسه، تخريب منشات عامه. شكلك بقى وحش قوي يا سميه، شكلك هتعيد السنه دي والسنين اللي جايه كمان. يعني محتاج الليسته الطويله ده عشان يلبسنا قضيه. انت تخرس خالص، لحسن اربطك على باب الكليه واجيب العيال الاخوانجيه يعملوا فيك حاجات انت عارفها كويس. مساء الخير يا مراد باشا. اهلا حازم باشا. ايه ده حازم باشا؟ اتفضل يا باشا. وبنفسك تعبت نفسك ليه بس؟ الحق يتقال، انا سبت موضوع الجامعه ده من زمان، بس لما عرفت بقى ان الموضوع فيه اسلام وسميه قلت لا، ده انا لازم اجي بنفسي. ما تقوليش انك سايب مكتبك في الدقي وجاي مخصوص عشان ترفع لنا الكارت الاصفر وتحن علينا وبقيتنا الليله في سرايرنا. لا 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 لا، كارت اصفر ايه يا راجل؟ انا متاكد ان مراد باشا رفع الكروت دي من زمان وكتير قوي، وظبط الدنيا معاكم، وانا جاي عشان حاجه تانية خالص. بس انت صح، هتنام الليله دي في سريرك، ومش حنيه ده، بعد اذنك يا مراد باشا. تؤمرني يا حازم باشا. واضح انك بقيتي مجتهده قوي السنه دي وعايزه تنجحي، ده بعكس السنين اللي فاتت كلها، عشان لما دكتور كبير زي جلال عرفان هو اللي يتوسط لك ويتدخل في الموضوع ده بنفسه. يتوسط لكم يا سيدي، تمام؟ Keep up the good work. مش بتقولوها كده برضو؟ سلام. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. مش عاوز قرف المرة دي كمان بليز. حاضر يا باشا، حاضر والله العظيم حاضر. اتفضل. ايه ده؟ مفيش شلتة؟ مؤاخذة، مؤاخذة ايه؟ معلش اوعى اوعى. ماشي ماشي يا باشا، جاتكم القرف في اشكالكم. لازم اعمل كل حاجة بنفسي، لازم. خش يا ولد خش. اتفضل يا صلاح الدين. شكرا يا سمكة. ها هنقضيها قرف؟ قرف ليه بس يا صلاح بيه؟ والله العظيم ثلاثة، احنا بقالنا 10 سنين ما صدرش مننا أي حاجة. مفيش شحنة لأكرم باشا سواء داخلة أو خارجة بتتأخر عن ميعادها، غير كده بره مسؤوليتي. بص، كل الناس اللي في المينا هنا مسؤوليتها إن شغل أكرم بيه يمشي، لأن غضبه لما بيهب على الكل، وبدون استثناء.
مفهوم؟ مفهوم يا باشا. ايه؟ الفولة زين. صباح الخير. صباح الفولة صالح بيه. اهلا سي حسن. ايه؟ عرفت بالقرار فقلت اجل مين راجع في دفاتري القديمه ولا ايه؟ قرار ايه؟ اه واضح انك ما تعرفش. في قرار اداري بفصلك من المصنع، كنت هتتبلغ بيه الصبح على فكره. مفهوم ولا اقول كلام؟ فصل مين من المصنع؟ وانا عملت ايه؟ واكرم بيعرف باللي بيحصل ده؟ انت تنفذ اللي بقوله بس. مالك انت ومال اكرم ده؟ كبيته؟ بلا كبيته بلا بتاع. انا مش نفس حاجه لما اسمع من اكرم بنفسه. يا نهار احوس، يا نهار احوس. تسمعها شخصيا من اكرم بيه؟ باظت. هو انا علشان سمحت لك تقابله مره يبقى خلاص ما وراهوش غيرك؟ يا عم صالح ما منفعش كده. يا عم صالح ما هو باظت وخربت. باظت. هقول لك كلمتين حطهم حلقه في ودانك. خلص الكلام والبندقيه اتسلمت. كابيتو؟ جاتكم القرف القرف القرف. هي استنى بس يا حسن، استنى هنشوف هنعمل ايه. ذكرى ازيك يا حنان؟ ازيك يا حنان؟ عامله ايه؟ بكلمك طول الوقت تليفونك مقفول. يعني والنبي حنان ما تزعلي مني على المشاكل اللي سببتها لك. حقك عدت. ستي ولا مشاكل ولا مهله، هي راحت لحالها وعدت وخلاص. المهم انت ما تقلقيش، انا جنبك لحد ما الاقي لك شغلانه. يا اختي ما انا لفيت على محلات المنطقه واحد واحد لغايه ما قعدوا دابت الا ما حد فيهم بلغ ايه بكلمه حلوه. يلا تفتكري يا بنتي يا حنان المدام قالت لهم حاجه عليا؟ والله يا ذكرى ما بقتش فاهمه حاجه يا اختي، بس هي ست مش سهله، مش بعيد عنها تعمل حاجه زي دي. عندك حق، بس انا قلت لك انا في كل خرابه بيطلع لي فيها حفره شكل. يا زربة انا المشكله فيا انا. انت ما تفهميش هم، سيبيها على ربك وان شاء الله هتتفرج. استنى دول خليهم معاكي. ايه يا بنتي حنان، ده انا مش عاوزه حاجه. يا بنتي خليهم معاكي لحد ما يقبضوكي بقيت الشهر بتاعك. لا يا حبيبتي خليهم معاكي انت، كفايه المصايب اللي حصلت لك من تحت راسي. وبعدين يا حنان انت عندك هم ما يتلموا مشاكل قد كده، مش ناقصاني انا بقى. طب انت لو قصدي اي حاجه كلميني على طول. يلا سلام. السلام عليكم. السلام. على فين يا استاذ؟ انا شغال في المصنع بتاع اكرم بيه. والله عندي تعليمات ومنع دخولك هنا. ايوه ما انا عارف، ما رحت المصنع برضه بتاع اكرم بيه قالوا لي كده، هقابله بس ثواني. يا فندم دي اوامر عندنا، ممنوع دخولك هنا. طب باشمهندس يوسف موجود؟ من فضلك ما تقطعش اكل عيشتي الله يخليك، اتفضل مع السلامه. قول له بس، قول له حسن رشيدي موجود بره، بلغه بس. ببلغه انت بطريقتك الخاصه. يا سيدي كلمه على الجهاز بلغه. من فضلك يا استاذ. يا عم مش تخسر حاجه. من فضلك ما تقطعش اكل عيشتي، اتفضل يا استاذ. يا سيدي هقابله ثواني. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا بيه.